صباح الخير عليكم جميعا. ده عرض للكتاب بتاعنا المستوى الأول، 11 مئات، جمع وطرح بسيط. بيبتدي الكتاب بتاعنا بالافتتاحية بتعريف الأبيكس، وكمان بتعريف الأرقام اللي على الأبيكس، وإزاي أبين الرقم على العداد بتاعي. وبعد كده بنبتدي ناخد السيمبل ادينج اند سبتراكتنج. والكتاب بيتدرج من 3 صفوف، بنمشي الأحاد 3 صفوف في 4 صفوف زي كده، في 5 صفوف بنبتدي ندرج المستوى مع الطفل، 5 صفوف في 6 صفوف في 7 صفوف. فالكتاب في جزء الأحاد عبارة عن مسائل 3 صفوف، 4 صفوف، 5 صفوف، 6 صفوف، 7 صفوف. ولأنهم لسه أطفال صغيرين بيبتدوا في أول مستوى، فإحنا حطينا كمان جيم كورنر كده بعد كل مجموعة من الأسئلة، بحيث إنه يبقى حاجة فن للطفل إن هو يلعب عليها بعد ما يحل المسألة بتاعته. تمارين مختلفة زي طلع الاختلاف، زي تمارين المتاهة، زي الألعاب الظريفة اللي هم بيحبوها، زي الجمع والتلوين اللي باين قصاد حضراتكم ده. بعد ما بنخلص الأحاد بالطريقة دي، 3 صفوف، 4 صفوف، 5 صفوف، 6 صفوف، 7 صفوف، وبعد كده ما بينهم ألعاب، بنتحرك على العشرات. والعشرات مسائل 3 صفوف واربع صفوف، كل ده بسيط، جمع وطرح بسيط، يعني ما فيهوش اصدقاء 5 وما فيهوش اصدقاء 10 وما فيهوش اي مكملات، هو جمع وطرح مباشر. بنبتدي ناخد العشرات برضو بالتدرج، 3 صفوف ثم 4 صفوف، ثم بعد العشرات بنتوجه للمئات، صفين وثلاثة وأربعة، لأن المئات بتبقى صعبة شوية. فبنبتدي الأول بصفين من المسائل، وبعد كده ندخل ب3 صفوف، مسائل 3 صفوف، وبعد كده مسائل 4 صفوف. الفكرة إن ده كتاب متكامل، فيه ألعاب، فيه مسائل، أحاد، عشرات، مئات، كلها جمع وطرح بسيط، عشان بيثبت الطفل على المستوى اللي احنا بنكون عايزينه بعد ما بيتدرب على كمية كبيرة جدا من المسائل. الكتاب على صفحاته 80 صفحة، ممكن تطلبوه من خلال الواتس على الرقم اللي ظاهر قصاد حضراتكم على الشاشة، 012 02 9 666 7 زيرو.